الحرب اللي انا جايبه وانا شخصيا هو استرجاع الكرامه. احنا ما دام فيه مداخل اضافيه ان شاء الله السنه هذه، التزم برفع الاجور ورفع حتى العلاوه نتاع البطاله، امور ممكن كانت مدبره. اليوم النية الحسنة والروح الوطنية العالية خلات العمال تاع سوناطراك اللي نحييهم من أبسط عامل إلى القياديين تاعهم على الشيء اللي هم يقوموا به، ما شفنا مشكل ولا نزاع ولا سوء فهم تفاهم مع إيطاليا. ندخلوا اليوم في الإنتاج المشترك، ننتج مع بعض ومستعدين هما باش ينتجوا معنا إنتاج ميكانيكي، إنتاج سيارات، إنتاج بواخر. كاين توجه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي، سيطبق هذا القرار هذا العام سيادة الرئيس؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يطبق، لأن باش تدخل الجزائر في العالمية الفرنسية غنيمة حرب، ولكن اللغة الدولية هي الإنجليزية. يكون تعديل حكومي طبيعي، يعني كل حكومة في العالم يجي بعد ظرف زمني وين تطلب تعديل، لازم الشيء اللي التزمنا به يطبق. يعني ما عندناش الحق نديروا عرض عسكري، ما عندناش الحق نبينوا اللحمه اللي موجوده بين الجيش والشعب، لانه الجيش امه. ما عندنا اكثر من القدره، عندنا المصداقيه. الاسره العربيه تجتمع في الجزائر، والجزائر اولى بجمع الشمل.